المستمعين، وصلنا معكم للقاء اليومي المعتاد مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. النهاردة هنسهر معاها وكلمات أحمد رامي ولحن محمد عبد الوهاب وإنت الحب. الحفل أذيع من الأوبرا المصرية في 14 مارس سنة 65. غنت في هذا الحفل وصنة غنائية واحدة تكريما لملك المغرب الملك الحسن الثاني وبحضور جمال عبد الناصر ومذيعة الحفل عايدة شكري. سيداتي وسادتي، مرة أخرى نحييكم من دار الأوبرا حيث تسهرون معنا ومع أم كلثوم في درتها الثالثة مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في أغنيتها الجديدة أنت الحب التي كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي. أيها السادة، دار الأوبرا قد امتلأت على ساعتها بالمدعوين من ضيوف الجمهورية العربية المتحدة ورجالات الدولة وكبار الشخصيات، وفي مثل رحابة هذا المكان رحابة الأمال التي نعلقها على أيام كهذه وظروف كهذه، نقولها بالشجاعة التي عهدناها في أنفسنا وبالشجاعة التي عهدناها في قائدنا الذي لمنا كيف نخوض الصعاب وعلى وجوهنا نفس الابتسامة التي تضيء وجهه وتزينه دائما، وفي قلوبنا ابتسامة أخرى نسميها الإيمان. أيها السادة، وصل إلينا الآن أنه تفضل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية فقلد السيدة أم كلثوم والأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب والأستاذ الشاعر أحمد رامي وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. استعد المسرح الآن لاستقبال كوكب الشرق. الرئيس يدخل الآن ويتخذ مكانه في مقصورته، والستار على وشك الارتفاع. الملك الحسن الثاني يجلس على يمين السيد الرئيس في مقصورتهم، ويقف الآن على المسرح السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي. فتح الستار الآن، السيد الرئيس يصفق لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد رامي ويحييهم بابتسامته العريضة. الثلاثة الآن يتقلدون وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. Thank you.
مهما غرامك لو عدي
Thank you.
عليك عرف الطريق الشوق
في قربك وفي بعدك واشتاق
قدر كل اللي بينا اتقال، ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال، يوريها على خاطر كل اللي بينا اتقال، ويعيش معاك فكري مهما غيابك
Thank you.
ولما اشوف حد يحبك يا
ألاقي قلبي أنا حبه ما جه على بال لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال. Thank you.
الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره، ما فيش غيره. لو يسعدني، لو يسعدني او يشكيني. Love.
وهكذا أيها السادة، وسط هذه العاصفة المدوية من التصفيق، يغادر الرئيس جمال عبد الناصر والملك الحسن الثاني ملك المغرب وضيف الجمهورية العربية المتحدة دار الأوبرا، بعد أن عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وللجمهورية العربية المتحدة. لقد أحيت هذا الحفل أيها السادة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ولقد كانت السيدة أم كلثوم تغني وحول جيدها وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. فقد تفضل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، فقلد السيدة أم كلثوم والأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب والأستاذ الشاعر أحمد رامي وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. هكذا نرى الفن يكرم في كل يوم ويتبوأ مكانا عزيزا كريما. أيها السادة، بعد أن غنت أم كلثوم أغنيتها الجديدة الرائعة أنت الحب كلمات أحمد رامي ولحن محمد عبد الوهاب، ينتهي حفلنا الساهر الكبير نقلناه لكم من دار الأوبرا بالقاهرة.